على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. خلونا نبتدي النهاردة أولى فقراتنا مع حضراتكم، لأننا بجد متحمسة لها جدا، لأننا هنتكلم النهاردة عن القراءة، أهمية تعليم الأطفال حتى لو أطفال صغيرين القراءة، إزاي نخليها جزء من حياتهم، إزاي ممكن نخليها هوايتهم، إيه هو دورها الحقيقي في تربية ولادنا. كمان هنعرف مع بعض إيه هي الاستراتيجيات أو الطرق يعني اللي أقدر أستخدمها مع ابني أو بنتي علشان أحببه في كل ده. هنعرف ده من ضيفتنا النهاردة زينب سليمان، صاحبة مبادرة اقرأ مع زينب لتشجيع الأطفال على القراية. زينب برحب بيكي ومنورانا النهاردة في ست الستات. شكرا لحضرتك، جنورك. بصي بقى، القراية دي شيء رائع، ولكن من خبرتي أنا كأم يعني اكتشفت إنها تعود، إنها لو بدأت من سن صغيرة بتبقى إدمان للأطفال، بتبقى متعة من المتع اللي هم بيلجأوا لها في أوقات فراغهم كمان. دي حقيقة. وبتبقى حاجة أساسية في حياتهم لغاية لما بيكبروا كمان لو حببتيهم فيها من هم صغيرين. صح. الأول كده عايز أعرف رحلتك مع القراية، وليه يعني هقرأ مع زينب؟ المبادرة أنا بدأتها أول ما اشتغلت في مدرسة خاصة، بس قبلها اشتغلتها يعني كنت بنفذها بالفعل مع أختي الصغيرة في البيت، بعمل اللي مامتي كانت بتعمله معايا. مامتي كانت بتحببني في القراءة إن هي تجيب لي كتب من مجموعة السلسلة المكتبة الخضراء، تجيب لي كتب لما كبرت شوية، كتب لأجادة كريستي، تقعد تتناقش معايا في الكتاب، وهي كانت هي قارئة جيدة يعني وكاتبة. وكاتبة كمان، هي مؤلفة. أيوة. مؤلفة. أوكي. أيوة. فوالدتي كمان مدرسة لغة عربية، موجه لغة عربية. لا ده أنت هي محوطاكي بقى بالقراية يعني. محوطانة فعلا بالقراءة. فبرضو حاولت ان انا ازرع في اختي الصغيرة نفس اللي انا كنت بشوفه من ماما، بس ضفت للحاجات تانية أنشطة جنب القراءة، ان انا ارسم القصة بعد ما احكيها، اغير الاصوات وانا بحكيها، ما خليهاش وقت النوم بس، لان حدوتة قبل النوم دي حاجة، وان انا اعود ابني على القراءة دي حاجة تانية خالص. بالظبط. حدوتة قبل النوم دي انا يعني الولد او البنت بيتلقوا كده الحكاية. بالظبط. لكن القراية لا، قراية وبعدين بيتعود خلاص ان هو بيحكي فينام. بالظبط. احنا بنحكي حدوته. انما القراءه او بمعنى اصح ليه بقى هنقرا مع زينب، ان انا عايزه كل ام تعمل وقت مخصص لابنها في البيت، ده وقت للقراءه. حتى لو شافك وانت قاعده ماسكه مجله وهو جنبك وتساليه في الكتاب، طب يلا نرسم القصه، طب يلا نعمل صلصال على القصه او شكل، او نكون شكل للقصه، او اسالك فيها، كل ده هيحفزه ان هو يقرا بعد كده. فمهم قوي ان يعني ولي الامر او المربي في البيت يعود ابنه على القراءه من الصغر. وعلى فكره لو برضه بدا متاخر في القراءه، بس المهم يكون عارف المجال المعرفي اللي اللي بيشده. بالظبط. نيفر تو ليت يعني، ما فيش وقت متاخر للقراءه. طيب عشان نروح لجذور القصه من الاول، اقرا مع زينب، انت بتشتغلي ايه يا زينب؟ مدرسه مكتبه او مدرسه مكتبه، امينه مكتبه. أيوه. في مدرسه. ايوه. مكتبتك مختلفة عن المكتبات الأخرى أو المدارس الأخرى، ويمكن أنا كنت بدردش كده مع زينب قبل ما نطلع على الهوا، احكي لي كده مكتبتك شكلها إيه، وإيه المختلف في المنهج المكتبي بتاعك؟ بالنسبة لمكتبة اقرأ مع زينب أو المكتبة اللي أنا بشتغل فيها في المدرسة، أنا عاملة منهج من أول كيجي 1 لحد تالتة إعدادي. طبعا أنا عندي شريحة كده من الطلاب الحمد لله بتقرأ، في شريحة تانية لسه أو بمعنى صح بحاول معاهم. البداية بتبقى صار يعني من كيجي. سن كام؟ كيجي اللي هو سن 4 سنين. سن 4 سنين بالنسبة لي المعلومات بتبقى مع القصة، يعني قصة صغيرة خالص فيها حيوانات وأحداثها بتدور، وبغير صوتي وساعات ممكن أستخدم البابت وأنا بشغالة وأرسمها معاهم. الجزء الثاني إن إحنا بنعرف معلومة عن جسمنا من سلسلة اسمها لماذا وهبنا الله. اهي مكتبتك اهي. لا ده المكان. ده المكان. اوكي. ده المكان، مكتبه المدرسه في صور ليها ثانيه وفي فيديوهات برضه. لماذا وهبنا الله جسم مثلا الاذن، لماذا وهبنا الله الرجلين، بعرفهم معلومات بسيطه قوي عن جسمهم. بنتنقل للمرحله اللي بعد كده كيجي 2، بنعرف المعلومات بقى عن الحيوانات. عن الباندا بيعيش فين، طب الطفل بتاعه اسمه ديسم، ابن الصقر اسمه ايه، بعرفهم المعلومات البسيطة عنها وبتعيش ايه وبتاكل فين وبتعمل ايه بالظبط في حياتها. والى جانب رسم القصة برضو. حلو. اولى ابتدائي بكبر بيهم بالمعلومات شوية. بنبدأ نعرف معلومات عن الحيوانات الاكثر يعني ايه
مختلفة أكتر يعني مش الحيوانات الأليفة، بنعرف معلومات عن الثعابين، نعرف معلومات مثلا عن الأسد، الديناصورات، الديناصورات الحاجات دي. التانية ابتدائي بنعرف معلومات عن الفضاء، بناخد الفضاء بقى بكل مشتملاته بقى، مجرة وشهب ونيازك، وطبعا كل دي عن طريق ناشونال جيوغرافيك، كتب دي مبسطة وبعرف أوصل منها المعلومة. وطبعا بعودهم على القراءة الحرة، يعني من أول تانية ابتدائي بعمل جروب مع بعض، مجموعات، كل مجموعة بنقرأ كتاب واحد وبنساعد بعض فيه، عشان في أطفال لسه القراءة عندهم مش صحيحة ومش قوية، وفي أطفال تانية سابقين عنهم. تالتة ابتدائي ورابعة أو الأكبر سنا بنعرف بقى معلومات عن المومياوات، عن النياز، حاجات بقى كبيرة شوية، عن المومياوات، عن التحنيط، عن الحضارة المصرية. عايز أسألك برضو حاجة كده في النص، هو المكتبة، مكتبة المدرسة ما بيبقى لهاش منهج معين؟ لا، في منهج مكتبة بس المنهج المكتبي بتاع التربية والتعليم، أنا حاليا دلوقتي التربية والتعليم عاملين حصة المكتبة بتضاف لحاجة اسمها مهارات مهنية. اوكي. المهارات المهنيه ماده فيها معلومات بس انا مش بديها في المدرسه عندي، يعني انا مخليها حصه المكتبه كحصه معرفه وحصه مناقشه. دي المفروض يعني تبع التربيه والتعليم بيتعلموا فيها ايه؟ المهارات المهنيه بيبقى فيها كذا مجال معرفي، مجال عن الاقتصاد المنزلي، مجال عن المكتبه، مجال عن يعني اشخاص موجودين مؤثرين في المجتمع، اللي هي حاجات معرفيه. دي الاساسيه، ده المنهج. ده حاليا بقى، ده مش منهج مكتبه، ده منهج اسمه مهارات مهنيه اتنفس في حصه المكتبه. اوكي. دلوقتي بقى بتكلميني على كي جي 1 و 2، دول ما بيعرفوش يقروا لسه. أيوة. غير بقى الالف ب اي بي سي، ما انا اللي بقرا ليهم بالظبط. فهل بيبقى لك دور كمان في ان هم يعني يركزوا في اللي اتعلموه في الحصص الاساسيه بتاعتهم اللي في المدرسه؟ بتربطي المناهج بتاعتهم بالكلاسز بتاعت المكتبه بشكل او باخر؟ بحاول مع من اول برايم 1، لان سنه اولى ابتدائي بقى الكيجي المنهج بتاعه بيختلف. وهو كيجي دي انتوا هنا فين؟ ده نادي، ده النادي، في النادي. اوكي. انت بتقري في كل مكان يعني؟ المبادره متنفذه جوه نادي طنطا وجوه المدرسه وجوه المكان. الله، ده جميل. طب سؤال بقى، انت شايفه استجابه الاهالي اولياء الامور ازاي للمبادره دي؟ وهل يعني واخدينها بجد، واخدينها ان هي يعني حاجه لازم تبقى من اساسيات حياه اطفالهم القراءه؟ عندي اولياء امور كتير جدا بيشجعوا للموضوع، وحابين كمان ان انا بدخلهم مسابقات، انا بدرب اولادهم على المسابقات. فحابين ان هم يستمروا مع اولادهم، لان حلو جدا ان انت يعني تلاقي طفلك وهو راجع لك من المدرسه عارف معلومات ولا جوه الكتاب المدرسي ولا جوه ماده زي المهارات مثلا، ومعلومه غريبه ومعلومه جديده وعارفها من المكتبه. هو المهم عندي ان الطفل يطلع بيقرا ويطلع بيتناقش في الكتاب او القصه او في المعلومات، او حتى يبقى عنده فكر في الحياه بعدين. طبعا هي الحصه بالنسبه لي هي خلق افكار، ان انا اخلي الاولاد تتناقش وتتكلم مع بعض في القصه او الكتاب اللي احنا بنشرحه، ده مهم جدا بالنسبه لي. عشان كده انا بحاول بقدر الامكان ان انا احفزهم عن القراءه، يعني انا عامله مسابقه مثلا اسمها الكتب التي التهمتني، تلخيص 20 كتاب. عندي مسابقه تانية معلومات، بخليهم يجمعوا معلومات عن الشخصيه اللي بشرحها بالنسبه لثالثه ابتدائي، بشرح لهم عن ابن سينا وابو بكر الرازي، عن علماء المسلمين. فبطلب منهم ان هم يعيدوا تاني يعرفوني المعلومات اللي انا قلتها، عن طريق ان هم بقى يبحثوا ويدوروا ويجيبوها كده. المعلومه ترسخت جواهم وترسخ جواهم ان العلماء دول عشان وصلوا المكانه دي كانوا بيقراوا طبعا في مجالات معرفيه كتير. بالظبط. مش بس في التخصص بتاعهم. بالظبط. ما هو ده اللي انا بحاول اوصلهم له، يعني ابن سينا مثلا درس فلسفه ودرس علم النبات وعرف كمان الظواهر الطبيعيه، النجوم والامطار بتسقط ازاي وايه السبب، الى جانب الطب. هو اسمه ابو الطب او شيخ الاطباء. فانا بحاول بقدر الامكان ان انا اعرفهم ان العلماء دول ما وصلوش للعلم الواحد، لا، هم كانوا بيقراوا في حاجات كتير، عشان كده بقوا علماء. ما بيبقاش في تخصص واحد بالزبط. بس طيب يعني حاليا في احداث طبعا اكيد بتتطرقي للتاريخ في القراءات، اكيد ولاد النهارده دول يعني الاطفال الصغيرين بيشوفوا المشاهد المفجعه. أيوة. والجرائم الرهيبه على شاشات التلفزيون، وحتى بتطلع لهم على الموبايل يعني والتابلتس بتاعتهم. أيوة. ف
انت بتقدري تتطرقي للنقط دي ازاي؟ بتقدري تقربي لهم ده؟ هل بتقولي لهم يقروا حاجات برضو يعني السن الصغير ده هل ممكن يقرا تاريخ عشان لما يشوف حاجه ولو بالصدفه؟ طبعا انا ضد ان الاطفال تشوف اي مناظر من اللي بنشوفها احنا ككبار، احنا مش قادرين احنا ككبار عليها. فهل بتتطرقي للنواحي التاريخيه كمان ولا لا؟ طبعا، يعني مثلا بالنسبه للقضيه الفلسطينيه انا عرفتهم هي فلسطين ايه وايه لازم نحبها، وعملت زي ورشه عمل ليها ايه الاثار اللي موجوده فيها سواء اثار اسلاميه او اثار مسيحيه، وهي ايه تاريخها الديني وليه احنا لازم نحبها ولازم ندافع عنها وليه هي المفروض تكون قضيتنا. كل ده عن طريق قصه اسمها من بلد اسمه فلسطين، بتحكي عن التراث الفلسطيني وعن موقع فلسطين وان احنا حواليها اربع بلاد عربيه وفيها ثروات كتيره وكمان مشهوره بالزيتون والبرتقال. حاولت احببهم عن طريق ان هي فيها البرتقال وفيها العنب وفيها البطيخ بالنسبة للصغيرين. نرسم العلم الفلسطيني، نعمل بازل نوصل للمسجد الأقصى ونعرف الأولاد إزاي ليه لازم نحب المسجد الأقصى، أول قبلة للمسلمين، تاني مسجد بني على الأرض، مصر الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا هم عرفوا الحاجات دي كلها فخلاص اترسخ عندهم إن احنا مهم جدا إن احنا نحب البلد دي، بلد دي مهد الأنبياء، كل الأنبياء عاشوا عليها. طبعا الكبار أكتر بشرح باستفاضة أكتر، وتدخلي بقى شوية سياسة على شوية، مش سياسة قوي قد ما أنا بحاول أشرح لهم الوقائع التاريخية اللي حصلت بالزبط. وليه بقت تكفيهم هم بالزبط. هيشوفوا السياسة على أرض الواقع يعني. بالظبط. طيب أنا عارفة كمان أنك أنت مش بس للأطفال الأصحاء لكن كمان في بعض ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين. أيوة. فاحكي لي كده بقى. هو تجربتي مع المكفوفين كانت تجربة سعيدة جدا. احنا رحنا مدرسة للمكفوفين واشتغلنا معاهم، أنا اشتغلت معاهم من كتاب اسمه فندق الثعالب، كنت عاملة زي مسابقة ما بينهم وإن هم يختاروا الكتاب اللي هم حابينه بعد ما نعمل المسابقة. المسابقة طبعا هم ما عندهمش معلومات عامة، كتاب بيتكلم عن النعامة وإزاي النعامة بتجري كم متر، وطبعا الكتاب قصة وفي نفس الوقت فيه معلومات. فهم الله أكبر ما شاء الله عليهم، يعني عندهم بصيرة وتركيز عالي جدا. فلما بدأت أسأل الأسئلة جاوبوني إجابة صحيحة. أنا ساعتها قلبي اتخطف بصراحة، اللي هو يعني ما بلاقيش ده في الأصحاء، بتحفري في خيالهم. أيوة بالزبط. فما لقيتوش مثلا ممكن الطفل الصحيح أو الطبيعي ما يركز معايا قوي لأنه عنده حاجات تانية بتشغل انتباهه. بالزبط. إنما هم كان كلهم أذان صاغية ليا وكانوا مركزين قوي معايا، وكمان حتى في اختيارهم للكتب هم اختاروا الكتب. يعني انا قلت قدامهم انا قدامي كتاب اسمه كذا وكتاب اسمه كذا، تختار ايه؟ فكان يحط ايده على الكتاب اللي هو بيقول اسمه، لدرجه ان انا حسيت ان هو شايف مش بالنسبه لذوي الهمام انا اشتغلت معاهم في نادي طنطا الفتره اللي فاتت، الكتب بتاعتهم بتبقى مبسطه جدا، لازم يبقى الكتاب كله صوره كبيره وسطر واحد وسطر طبيعي، يعني مثلا هيثم ذهب الى المدرسه او رجع الى المنزل، حاجه مباشره قوي. ايوه حاجه هو بيشوفها في الطبيعي. يعني ما ينفعش ازود عليه معلومات الى جانب التوصيل والالعاب اللي بتبقى على الورق، زي انا اوصل الاشكال المتشابهه، اوصل للشكل اللي بيكمل الشكل، ابدا ارسم، ده كله الانشطه اللي بتبقى مصاحبه للقراءه سواء مع الاصحاء او ذوي الهمم بتدعم عمليه القراءه. طبعا. يعني كولي امر في البيت يعني عايزه ارجع تاني بس ثانيه للمكفوفين، طريقه برايل برضو. أيوة. هل يعني بيبقى في تعاون منك ليهم؟ بتجيب لهم حد كتب. يعني علمهم الطريقه او هم اوريدي في مدرسه بتاعت المكفوفين انا جبت لهم، دعمت المكتبه بتاعتهم بكتب مناسبه ليهم، مناسبه ان هم يقروها، وبعدين مش كتب داخل المنهج بتاعهم، لا كتب خارجيه قصص. صح. فده مهم، ما هو انا يعني القراءه عندي مش ان انا بس اعرف المنهج المدرسي، لا لا كلنا بنعرف نقرا طبعا، بس ان انا يبقى عندي ثقافه مختلفه، اطلع على شعوب العالم عن طريق الكتاب، اشوف المعلومات اللي بتتكلم عن انا قاعده في مكانين بس الكتاب بيصفرني في كل حته. صح. خيالك بقى انت وخيالك والمعلومات. فده مهم قوي، ومهم قوي للنشء، يعني مهم قوي ان انا ابدا مع الاولاد من سن 4 سنين او من 3 سنين من اصغر من كده، لو انا ام في البيت المفروض ان انا ادعمهم بالقراءه. ماشي قصه قبل النوم اللي احنا هننيم عليها اطفالنا دي موجوده، بس في وقت في النص كده لازم نقعد معاهم ان هم يقراوا ونرسم ونعمل نشاط مشترك مع بعض، بحيث ان هم يبقوا طالعين حابين القراءه من هم صغيرين. لان انا بعاني مع الكبار، الكبار انا اللي بقرا لهم على فكره. يعني ثالثه اعدادي انا اللي بمسك كتاب زي الكوارث مثلا، كتاب كتاب واقعد اقراه
واقعد افهمهم كتاب مثلا عن حضاره مختلفه، حضاره الصين او حضاره الانكا، بعرفهم معلومات. هم مش حابين يمسكوا الكتاب لان هم مسكوا الموبايل بقالهم فتره طويله. طب ده يودينا للتكنولوجي بقى، يعني المفروض التكنولوجيا دي ان هي يعني بتعزز العلم والثقافه، لكن احنا بنشوف انها احيانا بتبعدنا عن كل ده ونتجه بقى لجيمز ونتجه لالعاب ممكن تكون مضره جدا جدا بالصحه النفسيه كمان، وبينتج عنها يعني الحاجات اللي احنا دايما بنتكلم عليها المضره. بالظبط. انت هل بتستعيني بالتكنولوجي برضو دي ووسائل الاتصال الحديثه والسوشيال ميديا في تدعيم حب القرايه بشكل او باخر، ولا انت وانا بتبعديهم عنها؟ لا مش ببعدهم، انا بشتغل عن طريق الزوم. الزوم تعتبر ابلكيشن بشتغل مع الناس تكنولوجيا برضه صح بالزبط. تطبيق ببعت كتب بي دي اف برضه بيضطروا ان هم يقراوا بي دي اف، بس بحاول مع الاولاد اللي هي اصلا ما عندهاش القراءه كشغف كبير عندهم ان انا ابعد عنهم الموضوع ده واحده واحده. ان احنا الموبايل ده مثلا الفيسبوك مين اللي عمله؟ مين الاساس؟ الخوارزمي. طب ايه يعني ايه خوارزميات يا ام زينب؟ احنا بنقراها كتير قوي، نكتب مثلا اسم فلسطين متقطع ازاي بقى ايه ده؟ فببدا اشرح لهم العالم اللي اتكلم عنه او عمل العلم او بداوا العلم وهم انتجوه او يعني زودوا عليه وحدثوه. بحاول اربطهم ان كل العلوم وكل التكنولوجيا اللي حواليهم دي اصلها القراءه. ما هم لو ما كانوش قروا مثلا العلماء القدام الكتب الإغريقية والكتب اللاتينية اللي كانت موجودة والكتب الإسلامية في الحضارات اللي فاتت دي كلها، هل كانوا توصلوا للعلوم دي؟ لا طبعا. بالظبط. كانوا هيبدأوا بقى من العصر الحجري تاني يعيدوا اكتشاف النار يعني. بالظبط. فأنا بحاول إن أنا أوصل لهم إن كل حاجة شايفينها حوالينا لازم نرجع للكتاب فيها. حتى أنا كنت عاملة نشاط اسمه تأمل للظواهر الطبيعية، ده كنت منفذاه قبل كده. ان احنا نشوف الظاهره اللي بتتكرر معانا واحنا رايحين الدرس او احنا راجعين من المدرسه، فبداوا يركزوا حواليهم، فبدانا ندخل ده في جزء ان احنا تكرار التجربه ده او تكرار الحادث ده ليه ابعاد نفسيه طبعا. فنقعد نقرا بقى، يعني قريت معاهم برضو فتره كتاب ذا سيكريت، كتاب الغابه لمصطفى محمود. يعني انت بتعملي معاهم كمان تنميه بشريه يعني. بس معلش اتفضلي. في زمان والولاد صغيرين كنا نقعد نجيب انسايكلوبيديز بقى موسوعات. أيوة. وكده والموسوعات السن كذا. دلوقتي الانترنت يعني عايزه اعرف اي معلومه اب تو ديت لغايه اللحظه اللي انا بكلمك فيها ده على الانترنت وعلى ابلكيشنز مختلفه وكده. هو مش المفروض اننا نستغل ده ان بدل مثلا ما نفتح على جيمز او نبدا تطلبي منهم سيرش او بحث بالزبط. بطريقه معينه علميه ان هم يبداوا يحبوا يدوروا على المعلومه. انا لما بطلب منهم بحث عن حاجه بديهم كتاب عنه الاول، وبعدين بطلب منهم ان هم يركزوا قوي في كل المعلومات هل هي صح ولا لا، فبيقولوا لي اكيد صح. اقول لهم لا، ندور بقى ورا المعلومه اللي جوه الكتاب عن طريق ان احنا نشوف ونفاضل نشغل عقلنا وتفكيرنا. هل المعلومه بالظبط زي ما هي مكتوبه في الكتاب هنا مكتوبه في الموقع ده ومكتوبه في الموقع ده ومكتوبه في الموقع ده، يعني متفق عليها كذا مرجع، ولا هي مكتوبه في حاجه واحده؟ ما تاخدوش حاجه مسلمه يعني. بالظبط. لان مش كل المعلومات اللي بنلاقيها على جوجل صح. واغلبها مغلوط. صحيح. فبحاول بقدر الامكان ان احنا لما نعمل بحث عن حاجه نكون قرانا عنها كويس. يعني انا بحب البحث على فكره بخط الايد، يعني انا ما بطلبش ان هو بحث 30 ورقه ولا ورقه. لما بطلب منه تلخيص الكتاب اكتب لي سطر انت فهمته. انا مش محتاجه اكتر من سطر. بالظبط. ما تحسسيوش بالضغط عليه ان هو لازم كانه هوم ورك. بالظبط. فبالنسبه لي ان هو استفاد من المعلومه وهضمها كويس وقدر يشرحها قدام اصحابه ده افيد بكتير من ان يكتب 30 هضمها. صفحه. ايوه بالظبط. 30 صفحة وهو مش فاهمها حاجة. ده حقيقي. وان هو يقعد يشرحها لأصحابه أو يكتب حاجة في نص دقيقة. يا زينب تقولي لي إيه مستقبل المبادرة بتاعتك؟ أتمنى إن حصة المكتبة تتفعل بشكل صحيح. أتمنى إن هي لأن أنا زينب موجودة في طنطا، طنطا بس، وفي مدرسة واحدة، وفي مكان محدد. لو أنا عملت المبادرة دي في كل المدارس هخلق جيل بيقرأ. هخلي الأولاد تقرأ تطلع على الكتب الخارجية اللي هي الكتب الثقافية الكتب العلمية اللي بعيدة عن المنهج. هلاقي طفل وهو في أولى ثانوي ولا في تانية ثانوي ما شاء الله عنده معلومات كم معلومات كبيرة جدا. بالظبط.
لكن إن دي أمنيتك إنها تبقى نفسي. في كل المدارس أتمنى. والمدارس يعني ده مجهود رائع بشكرك عليه وبتمنى إن هو ينتشر أكتر وأكتر. وعلى فكرة اللي أنت قلتيه ده رسالة للأمهات، إذا كان عندنا أنشطة محدودة في مكتبات المدارس لكن أنشطة الأمهات في البيت ملهاش سقف بالظبط، فممكن ان هم يتبعوا اساليب المبادره دي والله ويتواصلوا معاكي. يعني ماما في اولياء امور بتتواصل معايا، وفي اللي انا بتشتغل معاهم في النادي بيبعتوا لي انا عندي مشكله مثلا في الكذب، ممكن حضرتك تحكي قصه عن مثلا ان حد ياخد حاجه غيره من غير ما يستاذن، فكل ده بدعمه عن طريق الكتاب وهم كمان بيساعدوني في ده. يعني في اولياء امور عندهم وعي كامل بان القراءه مهمه جدا في حياه طبعًا اولادهم. طبعا طبعا اكيد. زينب بشكرك شكرا جزيلا على كل المجهودات اللي بتعمليها وحبك للقراية، والقراية دي عدوى على فكرة، يعني لو الأم كده بدأت مع ابنها الكبير أو بنتها الكبيرة الصغيرة هتبقى زيها واللي بعده هيبقى زيها، أصحابهم هيبقوا زيهم. القراءة عايزينها عدوى لكل الأجيال ابتداء من الأب والأم. بشكر مع حضراتكم ضيفتنا زينب سليمان صاحبة مبادرة اقرأ مع زينب لتشجيع الأطفال على القراءة، شكرا جزيلا مرة تانية. وإيه رأيكم بقى ناخد فاصل، ولما نرجع من الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا لليوم، خليكم معانا. عودة لحضراتكم من جديد، وهنتكلم عن شيء حساس شوية، منطقة البطن. دي مشكلة بيعاني منها أغلب الناس، لا تقولوا لي بقى لا ستات بس ولا رجالة بس، بتكون أساس تراكم الدهون للأشخاص اللي عندهم كده زايدين في الوزن شوية. بس الغريب هو ظهور البطن عند الناس اللي جسمها مظبوط، يعني تبص توزن نفسها كده لا ده يعني زي ما الكتاب بيقول وزنها مظبوط، لكن في ستيل برضو بطن حتى لو قليلة، وفي البعض عندهم بطن كبيرة. علشان كده هنفجر النهاردة مفاجأة يمكن أغلبنا ما يعرفهاش، وهي إن الأكل مش هو الأساس في ظهور البطن ولا حاجة. ده ممكن تظهر البطن دي مع زيادة توتر اللي بيعلي نسبة الكورتيزول في الدم وبيقلل الحرق عندنا كمان، لو الشخص مثلا مريض قولون عصبي أكل أكلات مش مناسبة للقولون وقتها بيتفاجئ بوجود البطن الوهمية اللي بنتكلم عليها، بنسميها كده البطن الوهمية. ده يعني طب، وهو سبب في ظهور أسباب تانية. أكيد في أسباب تانية لظهور البطن الوهمية. على فكرة ده مش كلامي خالص، ده كلام ضيفتنا النهاردة اللي منورانا دكتور هبة حسام أخصائية التغذية العلاجية. إزيك دكتور هبة؟ إزيك عاملة إيه؟ تمام الحمد لله. بشكرك على الحاجات الجديدة اللي بنقولها، لأن أنا أول مرة أسمع مصطلح البطن الوهمية. بالظبط. إيه البطن الوهمية دي؟ اشرحيها لي بقى بمزيد من التوغل كده. في ناس كتير قوي بيبقى عندها أصلاً سمنة موضعية في البطن، بس جسمها زي ما انت قلتي بيبقى بيرفكت قوي، بس في بطن بس هي مش كرش، تقول لك زيتونه طالعه مش سمنه. ايوه هي الزيتونه دي، وبتيجي بقى بعد الاكل للناس اللي عندها قولون من اكل البقوليات، من الناس اللي عندها قولون عصبي، من الناس اللي التوتر لما بيزيد او الاوفر ثينكينج بيزيد وبتبدا تاكل كتير ونسبه الكورتيزول بتعلى، بيبدا يركز تخزين الدهون في المكان ده في مكان البطن. فبالتالي احنا عندنا انواع كتير من البطن، مش بس بطن الكرش او اللي هي السمنه موضعيه، زي برضو ما اتكلمنا مع حضرتك قبل كده عن بطن الدب اللي بتظهر عند الرجاله. صح. ففي انواع كتير، فانا لازم اعرف انا ايه نوع السمنه اللي عندي في المكان ده عشان اعرف اعالجها، اعرف هي طالعه لي من ايه، طالعه لي من بقوليات يبقى هقلل منها، طالعه لي من تخزين دهون يبقى هقلل منها، وهكذا. فده مصطلح البطن الوهميه اللي محدش فينا كان عارفه. طيب اكيد حتى لو مع الاسباب دي وجود البطن الوهميه، البطن الحقيقيه بقى ستيل موجوده عندنا وستيل برضو بتبقى من اعراض السمنه. النهارده انت جايه لنا بحل يساعدنا سواء يعني البطن الوهميه بالزبط. او للبطن اللي هي الاعتياديه المكونه من تراكم الدهون اللي عندنا كلنا. بالظبط كده. انا اللي جايه بيه النهارده هي عباره عن مجموعه اعشاب احنا حاطينها مع بعض ضغطينها في كبسولات بتعالج كل حاجة. طب بتعالج كل حاجه ازاي؟ عارفه اللي هو مش الماجيك، مش هقول لك سحر، بس هو كورس كده مكثف
اول ما ناخده هو عباره عن 3 كبسولات ومعانا 3 هدايا، بنختار منهم هديتين. هو بيشتغل لي على اصغر حاجه موجوده في الجسم، اصغر خليه دهنيه موجوده في الجسم، بيقدر يدخل ليها ويفتت الدهون اللي موجوده فيها عشان اشيب شكل جسمي. طيب ليه عملنا الكورس؟ كورس مكثف عشان اي سته او اي بنوته مصريه مضايقاها بقى بطن، مضايقاها جناب، مضايقاها ارداف، مضايقاها التو ساندوتش اللي بيبقوا موجودين في الظهر، اللغد، الذراعين بيبقوا رخمين جدا عند ناس كتير وخصوصا الستات والبنات. فنبدا نديهم الحل الكامل المتكامل لده، حاجه تحرق من جوه الجسم وحاجه كمان من بره الجسم. طيب الكبسولات اللي معايا عباره عن ايه، او الكورس بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن 3 كبسولات. اول كبسوله قشور السليم، ودي اللي بتديني احساس بسد الشهيه واحساس بالشبع، وده اللي بيعمل لي كنترول على نهم السكريات وعلى نهم الطعام للناس اللي عندها توتر ومحتاجه تعمل كنترول على ده. بلس كمان انها بتهدي لي القولون، بتظبط لي عمليه الهضم، بتظبط لي عمليه التمثيل الغذائي. ولو انا كنت مريض قولون عصبي او من البقوليات هي بتهدي، عشان كده لو انا حتى عندي بطن وهميه الاعشاب اللي معايا بتعالجها. أوكي. يبقى انا هعالج سواء عندي سمنه موضعيه في منطقه البطن او عندي بطن وهميه نتيجه حاجه معينه فانا بقللها. تاني كبسوله معايا، ودي بقى بديله الميزوثيرابي او اللي هي بتاعه نحت الجسم والقوام، دي ال كارانتين. طب ال كارانتين بتعمل ايه، او الكارنيتو اراكس بتعمل ايه؟ بتشيب شكل الجسم. الجسم لما بيحصل سمنه وخصوصا في الستات، يعني اي سته او اي بنوته بيبقى عندها سمنه يا استاذه دينا، الجسم بيبقى حته واحده بلك. تحسي ان هي مفيش تقسيمه، مفيش تقسيمه انثويه، مفيش وسط، مفيش. فمن هنا بقى يبدا يجي حته الاكتئاب. تقول لك انا بقف قدام المرايه، كل ست دلوقتي تتفرج عليها تقول لي انا بقف قدام المرايه انا شكلي مش عاجبني، اصل تقسيمه جسمي مش حلوه. هو ليه ما بقاش جسمي مقسم زي الممثلين والبنات العارضات وده كله؟ الموضوع مش صعب، الموضوع شويه سمنه هي اللي مغيره لي شكل الجسم. صح. فمحتاجه حاجه اخدها من بره هي اللي تحرق لي وتقسم لي شكل الجسم. حلو، عامل مساعد يعني. بالظبط. طب ال كارانتين ليه انا اخترت ال كارانتين معايا في الكورس؟ اولا هو حمض اميني وبينتج جوه الجسم بس بكميه طبيعي صغيره. يعني خالص طبيعي جدا، عشان كده الاعشاب كلها طبيعيه ما فيهاش اي مشكله خالص. فانا باخده بكميه معينه، بيبدا يحول الاحماض الدهنيه اللي موجوده في جسمي لطاقه انا بقدر اتحرك بيها، اتنفس بيها، اعمل بيها عمليه التمثيل الغذائي او العمليات الحيويه اللي جوه جسمي كلها. فبالتالي انا الجسم هيتنحت والدهون هتقل بس بشكل صحي، وهتديني الشكل اللي انا عاوزاه في الاخر. دي تاني كبسولات معايا النهارده. طب تالت كبسولات بقى، الكبسولات الثالثه مكونه من قهوه خضراء وشاي اخضر والياف مانجو افريقي وتفاح اخضر، فبالتالي هي فيها كميه مضادات اكسده كبيره قوي. طب ليه حطينا مضادات اكسده؟ عشان ازود معدل حرق الجسم جدا طبعا. عشان امنع الدهون انها تتخزن تاني، وعشان اثبت الوزن بعد ما انزل وانحت شكل الجسم، امنع ان الدهون تتراكم تاني. بلس كمان ان مضادات الاكسده بتسيطر على التوتر وعلى الاوفر سينكينج، وبتخلي دايما مزاجي حلو وفي مود حلو، فمش هدخل في دايره ان انا هرمون الكورتيزول هيزيد او هروح لنهم السكريات او هيطلع لي بطن وهميه او ان انا هاكل بالليل كتير. الحاجات اللي بتقوليها دي كلها يعني اعتقد ان لو بتتحقق في الانسان عمره ما كان تخن. بالظبط. يعني حتى لو زايد 3-4 كيلو ده حل، حتى لو زايد اكتر من كده كمان، حتى لو زايد لو هي السمنه، عارفه اللي هي السمنه المفرطه، ما هو عشان ينفع كده معاها ده كمان. ايوه، عشان كده انا مسمياه كورس مكثف. اولا اهم حاجه ولازم ااكد على المعلومه دي، ان الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه، فهو كله الياف واعشاب طبيعيه. بالظبط، عشان ما ينفعش دخل جسمي حاجه انا مش عارفاها. احنا قدامنا التصريح بتاع وزاره الصحه. بالظبط. فجسمي انا هدخل له كبسولات صحيه مصرحه من وزاره الصحه، هتدخل تظبط لي اي مشكله فيه، حتى لو كانت المشكله دي زي ما بنتكلم عنها النهارده، البطن الوهميه اللي فيه كتير مننا مش عارف ايه هي. تمام. فالكورس عباره عن الثلاث كبسولات دول ومعاهم كمان 3 هدايا. طب الثلاث هدايا دول عباره عن ايه؟ اول هديه كريم شد البشره، ده مليان كافيار وكافيين وفيتامين اي وهالورونيك اسيد، عشان الناس اللي اول ما بتخس حتى لو كيلو او 2 كيلو. صح. بتيجي تقول لي انا بيقولوا لي وشك تعبان، انت مجهده، وانت عيانه، ظهرت لي هالات سودا. فانا تلاشيت ده بان احنا عملنا كريم شد البشره
عشان يشد البشره ويمنع شحوبها ويديها نضاره. تاني حاجه معانا كريم شد الترهلات وده بدهنه الاماكن السمنه الموضعيه حتى لو كانت بطن وهميه. يا سلام، بيساعد من بره يعني طبعًا. ممكن يحرق الدهون شويه، بيحفز الدوره الدمويه. اولا هو مكوناته شيا باتر وكافيار وكافيين وفيتامين اي. ده هديه ها، ده كل دول مش هدايا ولا حاجه؟ لا خالص، انا دلوقتي بتكلم في الهدايا. يا جماعه ركزوا في الهدايا. ايوه ركزوا، الهدايا حلوه قوي على فكره. بالظبط، كريم شد الترهلات ده، طب انا لما بدهنه بيعمل ايه؟ لان في ناس كتير تقول لك الكريم ما بيعملش حاجه. لا خالص، هو بيعالج الاسترتش ماركس، بيحفز الدوره الدمويه في المكان ده، فبيخليني لما بخس، لما بدهنه اول ما باخد الكورس، لما بخس ما بيحصلش سيلوليت، ما بيحصلش استرتش مارك، ما بيحصلش عارفه السيلوليت النغز اللي بتبقى معقده. أيوة. اللي موجوده عند الستات ده تكتل دهون. بالظبط، ودي دهون معقده بتبقى موجوده في الرجل، بتبقى موجوده في البطن، وخصوصا بعد عمليات الولاده بتبقى موجوده في الجناب. فده طبعا بيضايق ستات كتير قوي، تقف تقول لك انا متضايقه من منظر جسمي، بصي النغز اللي فيه، انا مش عارفه البس حاجه كويسه في البيت. فانا عملت الثلاث هدايا دول، كريم شد البشره وكريم شد الترهلات وفيتامين دي، عشان يبقى كورس فعلا مكثف. انا مجرد ما باخده بعد ما بخس الكيلوهات اللي انا عاوزاها، انا مش بحتاج ولا اروح لدكتور عشان اشد بشرتي ولا اخد حقن نضاره. انه كورس صحي. بالزبط. ان هو هيخسسك باك تو شيب بقى اللي انت عايزاه. أيوة. تاني، وفي نفس الوقت هيحافظ على المظهر، هيحافظ على كل حاجه في جسمي بما فيهم شعري كمان عشان مضادات الاكسده. طب اخبار جيبي ايه؟ ما هو انا هحافظ على شعري وهخس، جيبي اخباره يعني ايه؟ انا عايزه اوفرز معاكي وجايه في الستات وبكلم الستات المصريه كلها ومش جايبه اوفرز، خصوصا ان احنا في نوفمبر بقى وبلاك فرايداي وكلنا بنستناه. أيوة. انا معايا النهارده ثلاث عروض بس لاول 100 متصل. اوكي تمام. اول عرض هايل، اول عرض ده عرض الشهر، ده عليه خصم 40% مكون من قشور السيليوم، كبسولات للسيطره على الشهيه ونهم السكريات، ومعاها كريم شد البشره وفيتامين دي هديه، وده للناس اللي عاوزه تنزل 5 6 او 10 كيلو في الشهر. تاني اوفر معايا او تاني عرض معايا ده عرض الشهرين، ده عليه خصم 50% مكون من كبسولات قشور السيليوم والكارنيتو اراكس اللي هو ال كارانتين، ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، وده للناس اللي عاوزه تنزل من 15 ل 20 كيلو في الشهرين. تالت عرض معانا ده عرض الثلاث شهور، ده الماجيك بقى المكون من كل حاجه معانا في الكورس. ده عليه خصم 70% مكون من القشور السيليوم وكارنيتو اراكس، ومعاهم القهوه الخضراء، ومعانا كريم شد الترهلات وفيتامين دي. وطبعا زي ما احنا متعودين الشحن مجاني لجميع المحافظات والمتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص. فريق الطبي بقى دلوقتي طبعا احنا التواصل مع الفريق الطبي، وحتى للاوردرات اللي قبل يعني 100 متصل بس، ل 100 متصل بس هم اللي هياخدوا الخصومات الوهميه جدا دي. دي خصومات كبيره جدا، 40 و50 و70% لاول 100 متصل. دي الارقام اللي على الشاشه او الارقام اللي ظاهره قدامنا او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف. ده شيء رائع. طيب عايزين نتكلم بقى شويه على بعض الامراض المزمنه اللي بتبقى المرضى بياخدوا ادويه وبيبقوا قلقانين جدا، يقول لك لا انا لو خدت الدواء ده مع ده ده هيحصل لي اعراض جانبيه وهيتعارض. فقولي لنا كده، هل علشان الكورس طبيعي ما يعني عادي اخده حتى لو عندي مرض، عندي ضغط، عندي سكر، عندي كوليسترول عالي، امراض قلب؟ حلو قوي. انا دلوقتي عندي 2 بوينتس هتكلم فيهم. اول واحده اللي هو هل هو امن مع الامراض المزمنه ولا لا؟ فهو امن جدا مع الامراض المزمنه ولا يتعارض مع اي دواء خالص، لان هو اعشاب والياف طبيعيه ما فيهوش اي مشكله، وزي ما احنا شفنا ان هو مصرح من وزاره الصحه. تاني بوينت معايا ان هو اصلا بيدخل في علاج امراض كتير. لو انا عندي دهون ثلاثيه، لو انا عندي الكوليسترول زياده، لو انا عندي البطن الوهميه، لو انا عندي نهم السكريات، لو انا عندي ضغط، الكورس بتاعنا كل الاعشاب اللي موجوده فيه اللي انا ذكرتها الناس كلها دايما بقول لهم يخشوا يدوروا عليها ويجوجلوا عليها، يعرفوا ان فوائدها كتيره قوي. صح. زي انها بتظبط الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي، فبالتالي مريض الضغط العالي ضغطه هيتظبط، مريض الضغط الواطي ضغطه هيتظبط، هي بتعادل الضغط، بتظبط مستوى الجلوكوز وبتعادله مع هرمون الانسولين في الجسم، فعشان كده بتسيطر لي على نهم السكريات. مضادات الاكسده طبعا والال كارانتين بيدخل في علاج المفاصل، تكيس المبايض، مقاومه الانسولين، وغيرها من امراض كتير قوي بتيجي
تيجي نتيجة السمنة أنا الكورس بتاعي بيعالجها. بيعالجها عن طريق إن هو في الأعشاب الطبيعية والألياف الطبيعية اللي أصلا بتدخل في ميديكيشنز كتير قوي عشان يتعمل منها الأدوية اللي بتعالج الأمراض اللي عندي. فبالتالي أنا في ناس كتير قوي بعد ما بتاخد الكورس وبتخس بتقولي أنا خفيت من أمراض كتير قوي، بطلت الدواء بتاعها زي مقاومة الإنسولين مثلا، تكيس المبايض. دي حاجات كتير قوي أنا بسمعها. بعد ما السمنة بتقل وبنبدأ ناخد الأعشاب هو خلاص المرض بيختفي. طبعا في ناس بقى ما بيعرفوش يعني ان احنا، وانت بتتكلمي على الكورس كل مرة بتقولي انا مش محتاجاكو تعملوا دايت، انا مش محتاجاكو تعملوا نظام غذائي. كلميني عن الجزئية دي، وازاي ما بقاش عاملة دايت او نظام غذائي واخس اكتر من اصحاب الورقة اللي بتلف علينا كلنا دي. انا مبدئيا مش انا دكتور اهو، انا ضد الورقة. انا دكتور وانا باكل جنك فود وباكل حلويات وباكل كل حاجة انا نفسي فيها. انا تقريبا على فكرة يا جماعة هفتلكوا على هبة رفيعة. هبه اقدر اقطعك ثانيه عشان معانا داليا على التليفون وبيقولوا لي ممكن يقطع الخط تاني لانها كانت معانا من شويه. داليا مساء الخير. مساء الخير يا استاذه دينا، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ اتفضلي. الحمد لله تمام. بعد اذنك عايزه اكلم الدكتور. معاكي دكتور هبه. ازيك يا داليا عامله ايه؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ اتفضلي يا حبيبتي. بصي يا دكتور انا عندي مشكله، يعني انا بكلم حضرتك بعد ما خلاص جالي احباط. انا بجد جربت كل حاجه حضرتك ممكن تتخيليها عشان بس انزل، يعني انا بالنسبه لي لما كنت بنزل في الاسبوعين مثلا كيلو ولا 2 كيلو كنت بتبسط جدا. انا موضوع تعبني نفسيا، لان انا لو نزلت 2 كيلو ممكن باكله واحده اطلعهم تاني في يوم او يومين. فالموضوع الموضوع مضايقني قوي وانا مش عارفه اعمل ايه، وجربت انزل اعمل دايت وانزل الجيم اعمل كل حاجه وانا مش عارفه اعمل ايه. هبه عايز تساليها اي حاجه؟ عاوز اسالها وزنك قد ايه وطولك قد ايه، وهل جربتي ادويه ولا لا، ومشيتي على دايت قبل كده ولا لا؟ انا وزني 119 تمام. طولي 163 وجربت انظمه دايت كتير جدا جدا، يعني لدرجه ان انا كنت باكل الحاجه المكتوبه بالظبط. يعني حضرتك كنت بتتكلمي على الورقه من شويه، انا فعلا كنت ماشيه بورقه خطوه بخطوه، وكل حاجه حتى السوائل كنت بمشي عليها بالظبط. تمام ماشي. اسمعينا بقى يا داليا، انا كده عرفت مشكلتك. بشكرك يا داليا، شكرا جزيلا. والحل ان شاء الله تسمعيه من دكتور هبه حسام حالا، وخليكي معانا كده يعني اقفلي واسمعي الاجابه حالا على الهواء من دكتور هبه. داليا عندها مشكله الستات المصريه كلها، وهي ثبات الوزن. بتنزل كيلو 2 كيلو وبعد كده خلاص ترجعهم تاني، لو بتقولك من اكله من اكله، وكمان الوزن بيقف، انا مش عارفه انزل تاني، وبتبقى ماشيه على ورقه الدايت. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان معدل حرق جسمي واقع. انا ما عنديش معدل حرق. صح. طيب ده من ايه؟ من العادات الغلط اللي انا بعملها. طب ايه اللي بيصلحه؟ ان انا اعمل رياضه، اشرب ميه، واخد عامل خارجي من بره. طيب العامل الخارجي دي في عوامل كتير قوي، بس لازم اتاكد ان العامل بتاعي او الدواء بتاعي او الكورس يناسبني. بتاعي يناسبني مصرح من وزاره الصحه، عشان مش بعد ما بطله ادخل في مشاكل صحيه لا حصر لها. صح. تمام. صح. طيب الكورس بتاعي هيساعد زي داليا او زي اي ست مصريه كل اللي بتعمله انها قاعده في البيت بتحضر الأكل، ما عندهاش وقت تقوم تعمل رياضة، ما عندهاش وقت تنزل الجيم، ما عندهاش وقت تعمل أي حاجة، بس في نفس الوقت هي عاوزة تشوف نفسها قدام المراية جميلة. صح. عايزة تحس بثقتها بنفسها. فنعمل إيه؟ هي كل الحكاية إنها هتاخد الكورس، أول كبسولة اللي هي كشور السيليوم، وتاني يوم هتاخد الـ الكارانتين، هتخلصهم بالتوازي، بعد كده هتاخد الكبسولة بتاع زيادة معدل الحرق، وهنبقى كده لغاية ما ننزل في الوزن خالص. الكورس هيزود معدل حرق الجسم جدا، هيمنع حتة ثبات الوزن. يعني هيمنع ان انا كل اسبوع هو هنزل كيلو الاسبوع اللي جاي مش هنزله، لا انا الكورس بتاعنا بينزل من 3 ل 4 كيلو في الاسبوع ومن 10 ل 15 كيلو في الشهر. واو. طبعا ارقام حلوة جدا، ومن غير دايت، من غير حرمان. يعني بتقولك انا كنت ماشية على على الورقة بالظبط، مع ذلك مش بتخس. اذا كمان هل تنصحيها بقى، يعني انت عندك حاجات في الكورس حوارق تخلي مفيش حكايه ان حتى لو عندها خمول في الغده مثلا ما بتحرقش، هيزود كويس. معدل الحرق هيزود ما هي الغده وظيفتها ان الانزيمات بتاعتها بتزود معدل حرق الجسم. حل. طب لو الغده واقفه فخلاص الانزيمات دي مش شغاله. طب ما انا محتاجه العامل الخارجي اللي هيزود معدل حرق الجسم. بالظبط كده. فهو ده اللي انا بدخله بقى من بره. يا رب داليا تكون سمعتنا دلوقتي. خلي بالك يا داليا الاوفرز اللي دكتور هبه لسه قايلاها، هي الاول 100 متصل، هخليها تقولها لكم تاني، بس نشوف كده الصور دلوقتي قبل وبعد، ونشوف الناس ازاي حياتها اختلفت وشكلها كمان اختلف اختلاف كبير في اللبس حتى.
اتفضلي يا دكتور هبه. بصي بنوته جميله هي قمر معانا، يعني يا ريت داليا تكون فعلا بتتفرج معانا عشان تشوف شايفه رسمه الجسم. انا بحبك انت اللي تعلقي على الصوره معايا. الوقفه انت بالزبط. عارفه الوقفه بتدل على ان ايه؟ بصوا يا جماعه بقى عندي وسط، بصوا يا جماعه انا واقفه بثقه. هو ده اللي انا بتكلم فيه لاي ست مصريه حاسه ان جسمها بقى كتله واحده، صح. فبالتالي انا ممكن اقسمه بسهوله جدا من غير رياضه ومن غير دايت من غير حرمان من غير ما ابذل مجهود واضيع وقت. فده طبعا اللي فايق. 20 كيلو في شهرين، شوفي هي كانت بتقول بقالها كام شهر. طيب ده 67 دلوقتي، كانت 85 18 كيلو في شهرين. بصي حتى في سمنه طبعا موضعيه كتير، يعني الارداف الدراعات كل ده شكل الجسم اختلف. واحنا لسه مكملين اكيد بقى. هو دي الفكره. بصي يعني اتفرجي على الستات المصريه كلها هتلاقي عندنا الدرعات، يا فيها ترهلات يا فيها الجينات بتاعتنا، يا فيها سمنه معصلجه في حته معينه. بالظبط، في سمنه موضعيه في حته معينه، فدايما تقول لك انا خلاص تعبت من شكل دراعي فنلبس واسع ونلبس حاجات تكبرنا في السن، صح. فلا بس بصي مع الكورس طبعا في فرق جامد في رسمه الجسم، في رجعت البنطلونات الموضعية. رجعت الحاجات الستريتش ورجعت رجع السن الحقيقي. بالظبط طبعا. طيب اللي بعد كده، واو، ده بقى يعني نموذج للي احنا بنتكلم عنه. تصدقي عايزه اقول لك على حاجه هبه، يعني مكتوب انها 15 كيلو في شهر ونص، شكلها ازيد اكتر، يعني الشكل مش اقل من 25 كيلو نزلتهم. حلو، هقول لك ده يعني سؤال، هل ده عشان اللي نزلته دهون؟ ده مبدئيا جزء من عشان احنا نزلنا دهون اكتر من ان احنا نزلنا عضلات او مية. او فات او قصدي ميه واملاح ومعادن، بس السمنة عندها متركزه في مكان واحد، صح. يعني اكيد انت شايفاه طبعا، البطن والرجلين بنص الرجل، يعني والصدر هي رجلها كمان. حتى رفيعه من تحت، انت لغايه الركبه هي اللي تخينه. ال 15 كيلو احنا نزلناهم من الجزء ده، ايوه، فبالتالي لما فرقت في الجزء ده قوي، فانت بقيتي ملاحظه فرق بالك كبير والبالك ده راح. فبدات الجسم يظهر ان هو مش مفيش سمنه، مفيش دهون، مفيش تكتلات، فانت حاسه في الرؤيه بتاعتك ان هو ازيد من 15 كيلو، بس احنا من 15 كيلو متركزين في مكان معين مش من الجسم كله. على فكره ده برضو يخلينا يعني للرجاله كمان، ممكن يقفوا على الميزان يلاقوا ان هم ناقصين مثلا قولي 10 كيلو، لكن هم في الحقيقه 3 4 مقاسات فرق، وده اكتر بكتير من 10 كيلو. الهدوم فرق كبير. بصي مثلا الراجل، بصي مشكله التسدي راحت، العضل بان بالظبط، يعني عضلات جسمه وعظم جسمه بان، مش بس العظم، يعني بصي عرض الكتف عرض الشيست بتاعه كل حاجه بانت. دي الصور اللي كانت معانا، ونرجع تاني احنا عايزين الاوفرز والصفحه اهي قدامنا. دكتور هبه قالت ان اول 100 متصل هياخد الديسكاونتس او الاوفر اللي هي هتقوله لنا دلوقتي حالا. حلو، طرق التواصل طبعا احنا عارفين عن طريق الارقام اللي ظاهره قدامنا على الشاشه او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف، واحنا معانا 3 عروض عشان البلاك فرايداي. معانا اول عرض ده عرض الشهر، ده عليه خصم 40% مكون من قشور ستيليوم ومعاها كريم شد البشره وفيتامين دي هديه. تاني عرض معانا ده عرض الشهرين، ده عليه خصم 50% مكون من قشور ستيليوم والكارنيتو اراكس اللي هو ال كارانتين، ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. تالت عرض معانا ده عرض الثلاث شهور، ده عليه خصم 70% وده مكون من كل البرودكتس بتاعتنا اللي هي قشور ستيليوم والكارنيتو اراكس والقهوه الخضراء وكريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وطبعا الشحن مجاني لجميع المحافظات والمتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص فور فري. في زي ما شفنا في الصور من شويه، بيبقى في ناس صعب قوي ان هم يمارسوا اي رياضه، بالظبط، خطر على ركبهم على عظمهم على ظهرهم، ممكن يأذوا نفسهم في الوزن الكبير قوي، يعني في الوزن اللي زايد قوي. هل ممكن بعد يعني الكورس يحسسهم او مش يحسسهم، يخليهم النتائج شبه اللي بيعملوا رياضه شويه؟ حلو قوي، احنا شفنا النتائج اللي ظهرت معانا على الشاشه، ولا حد من دول عمل رياضه
عمل نظام غذائي قاسي، ممكن اتحكمنا شويه في حجم الاكل، بس مش انا اللي متحكمه، انا معدتي اللي متحكمه عشان قشور السيليوم ادت احساس بالشبع طول النهار، فتحكمت في كميه اكل صغيره. طيب عملنا رياضه؟ لا ما عملناش رياضه خالص، بالعكس ده هم بعد ما بيوصلوا، يعني الشاب اللي كان معانا ده بعد ما نزل كده انا هروح الجيم بقى عشان اعمل فورمه. ايوه بالظبط، انا خسست اللي انا عاوزاه، انا خسست الدهون بتاعت جسمي، رجعت الجسم شكله الطبيعي، شلت اي مرض من الامراض بتاعته، اقدر انزله الجيم وهو تمام. عشان كده بقول لك الكورس يتناسب اولا مع الاطفال اللي عندهم 11 و12 سنه، دول بيبقوا على فكره اكتر ناس يعني بيعانوا فعلا، لان هم ما يقدروش يبطلوا اكل، والام لو قالت لهم لا انت ما تاكلش مثلا شوكولاته، انت ما تاكلش عيش، ما تاكلش حاجات زي كده، ما بيفهمش يعني ايه انت بتكرهيني بالظبط، انت عايز تحرميني من ان انا اكل زي اصحابي في المدرسه، وهنبدا نروح ناكل من وراها او هيطلع عندنا عقده الدايت من واحنا صغيرين. فبدي الكورس للاطفال وحتى لكبار السن كمان عشان هم مش بيقدروا يتحركوا، وكل الدكاتره دلوقتي يا استاذه دينا تقول لك روحي خسي وبعد كده تعالي نشوف احنا هنعمل ايه. جراحه بطن عظام، اي دكتور دلوقتي بيقول لك روحي الدكتور خسي وبعد كده تعالي بالزبط. فانا جبت الدكتور والعلاج لغايه باب البيت، يعني احنا قاعدين على الكنبه هناخد الكبسوله وهنخس، هتدينا احساس بالشبع، هتزود معدل حرق الجسم، هتنحت شكل الجسم لكل الناس اللي متضايقه من شكل جسمها او السمنة الموضعية. احنا معانا ميريهان، صح؟ يا ميريهان مساء الخير. الو مساء النور، ازيك عامله ايه؟ ازيك يا استاذه دينا عامله ايه؟ اخبارك كله تمام؟ معاكي دكتور هبه حسام لو عايز تسالي على حاجه. ماشي جدا، معايا دكتور. ازيك؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا بتصل بخصوص حماتي، هي قاعده معايا في البيت بس الحركه عندها بطيئه جدا، مش بتعرف تتحرك بسبب زياده الوزن. فانا بتفرج عليكوا بقالي كتير، فشفت موضوع الكورس ده، فقلت هل انا لو اتصلت وحكيت لك الحاله هل هيناسبها؟ هي وزنها عندها سمنه مفرطه، وزنها 125 وطولها 165 تمام، عندها سكر وعندها الضغط. اوكي سكر وده. طب احنا جربنا اي حاجه قبل كده معاها ولا دي اول مره؟ لا لا هي دي اول مره، بس هي صعبانه عليا من كتر ما هي حبيبتي عايزه تخرج ومش بتعرف تتحرك كده. طبعا 125 كيلو مش وزن قليل يعني. تمام، فقلت لو ده هيبقى مناسب معاها اطلبه لها على طول. طيب يا مريهان بنشكرك شكرا جزيلا على التواصل معانا في ست الستات، وحالا دكتور هبه هترد عليك. طبعا يعني ربنا يشفيها ويعافيها حمات مريهان. الوزن كتير، 125 كيلو مع السن، طبعا الموضوع مش الطف حاجه، خصوصا انها مش قادره تتحرك. طيب الكورس هيناسبها ولا لا مع الضغط والسكر؟ اكيد هيناسبها، بل بالعكس هو هيحسن من الضغط والسكر، ممكن كمان يخلينا نبطل ادويه الضغط تمام، وهيظبط مستويات السكر في الدم، بلس ان هو هيخليها تخس من غير ما اضطر ان انا احرمها من اكل. برضو الناس الكبيره في السن مش من السهل ان انا كنترول على الاكل بتاعهم او اقول لها لا كلي ده او ما تاكليش ده، ده احنا ما بنصدق ان هم ياكلوا اصلا بالزبط. بتبقى نفسيتهم او اكلتهم ضعيفه، فانا بحاول اكلهم باي طريقه، بل بالعكس لا طبعا الكورس هيبقى كويس قوي وهيخسسها وهي قاعده من غير اي مجهود ومن غير اي رياضه ومن غير اي حرمان، وطبعا لا يتعرض زي ما احنا عارفين لان هو مصرح من وزاره الصحه وهو عباره عن اعشاب والياف طبيعيه، فهو لا يتعارض مع اي مرض ايا كان. الحلو بقى واحنا بنتكلم ان دايما معانا تصريح وزاره الصحه وعايزين نشوفه تاني على الشاشه عشان الناس اللي بتسال هل ده يناسبني ولا ما يناسبنيش، فهنشوف التصريح من وزاره الصحه. ودكتور هبه كلميني على السن الكبير اللي مش حكايه بقى دواء بس، حكايه ان هم يا حبايبي بيبقوا احيانا بيبقى فيه شرح عصبي، عارفه اللي هو ايه، قاعده اتضايق شويه اكل، افرح شويه اكل، ما فيش سيطرة على موضوع الأكل. الأكل لا بجوع ولا بشبع يعني. حلو، طيب أنا الكورس بيعالج لي دي إيه؟ أوقات كتير قوي بيبقى إحنا أو الناس الكبيرة بيبقى عندنا اختلاط في الإحساس اللي هو إيه؟ هل إحنا بنبقى عطشانين ولا جعانين؟ كل الإشارات بتدخل في بعض. بالظبط، فبالتالي نقص المية في جسمي ممكن تديني ألارم إن أنا جعان وأنا أصلاً عطشان. طب الكورس هيفيد في ده في إيه؟ إن قشور السيليوم أول ما باخدها لازم أشرب معاها مية كويس. وبتعطش.
بتعطش، لازم اشرب معاها كويس، فانا باخد احتياج جسمي من الميه عن طريق ان انا باخد الكورس، فبالتالي انا بظبط نسبه الاكل، بظبط نسبه الميه في جسمي، فهم مش بيحسوا باي مشكله من المشاكل اللي ممكن تواجه السن الكبير. طيب ايه رايكم نشوف الريفيوز بقى دلوقتي، الناس رايها ايه في الكورس، الناس تطور حالتها بيبقى عامل ازاي، وبالتواصل مع الفريق الطبي. اهي بتقول يعني احنا بندخل في نص الكونفرسيشن كده، في نص بتاع فعلا نفسي مسدوده، ما اكلتش غير لقمه واحده عيش وما قدرتش اكل، شكرا، وانا حاسه بفرق كبير وبتغير، ومش بيبقى ليا اي نفس للاكل، ومش بجوع زي الاول، ربنا يبارك لكم فعلا، وهتسمعي خبر جميل على الوزن قريب. الناس بتتفاجئ انها مش جعانه، ايوه يعني بيتخضوا، هو انا مالي فيا ايه بالظبط، انا ما باكلش، شفتي كلمه انا لقمه عيش واحده، انا الكلمه دي مش مصدقه، يعني انا كده نجحت خلاص بالظبط، مش مصدقه ان هي شبعانه طول الوقت. انا خلصت الدواء اعمل ايه؟ لا دي اخر واحده، سوري، نزلت بقيت 82، نزلت 12 كيلو، الاول نزلت 12 كيلو في شهر، بس بعدها باسبوع مع المشروبات اللي قلتي عليها نزلت 4 كيلو. كويس قوي، عرفتي قولي لي خدي كورس، قالوا لي خدي كورس الشهر الواحد مع النظام والمشروبات وعمل مفعول. شفتي ايه المشروبات اللي بتقولوا عليها؟ بصي اوقات كتير قوي ناس ممكن تشرب حاجه بطريقه غلط تزودها في الوزن وهي مش عارفه. يعني زي مثلا القهوه، لو انا شربتها اكتر من الفنجانين في اليوم ممكن تؤدي لمشكله وزياده ضربات القلب او تثبت لي الوزن. العصاير طبعا. أوكي. في ناس ممكن تشرب العصاير بطريقه غلط تزودها في الوزن. تمام؟ في مثلا المشروبات اللي هي بجيبها زي النسكافيه او حاجه زي كده، اي حاجات جاهزه يعني بالظبط، المواد الحافظه، الماده المبيضه اللي فيها بتزودني في الوزن، طب ما انا اعملها في البيت، انا ممكن احط شويه اللبن والنسكافيه او الميه وانا اعمل المشروب في البيت، فالحاجات البسيطه دي هي اللي انا بقدر اهندلها مع المرضى السمنه بتوعي، بحيث ان انا ما احرمهمش من اللي هم عاوزينه، بس بنشربه بالطريقه الصح. بيشربوا بالطريقه الصح. اخر ريفيو بقى، انا خلصت اعمل ايه؟ نزلتي قد ايه؟ نزلت 17 كيلو، انا دلوقتي 102، كنت 120، يعني ده شيء رائع ان تنزل 17 كيلو في الوقت ده. طبعا يعني ده بيطرح برضو مشكله، مش مشكله، سؤال، افرضي خلصت الكورس مثلا، افتكرت انها كورس لشهرين كفايه عليها، ولقيت انها نزلت 17 كيلو، بس انا عايزه انزل كمان 17 كيلو تانيين. لا هو اكيد مش هندي كورس لشهرين لحد عاوز ينزل 30 40 كيلو. اوكي. حلو، بندي بقى ساعتها كورس لثلاث شهور. بس لو هي خدت مثلا كورس لشهرين و17 كيلو وكان مضايقنا كيلو او اتنين زياده، بناخد كورس لشهر، عشان كده احنا عاملين كذا نوع. بالظبط، ثلاث عروض بثلاث كورسات يناسب. طب ما قوليهم لنا تاني بقى. ماشي، للتذكره، ودي اخر حاجه. تمام، احنا معانا ثلاث عروض، ده عرض الشهر، ده عليه خصم 40%، مكون من كبسولات قشور ستيليوم، وده للناس اللي عاوزه تنزل 5 6 او 10 كيلو في الشهر، ومعانا كريم شد البشره وفيتامين دي هديه. تاني عرض معانا ده عرض الشهرين، ده عليه خصم 50%، مكون من قشور ستيليوم والكارنيتو اركس، ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، وده للناس اللي عاوزه تنزل ازيد من 10 كيلو، ممكن 15 او 20 كيلو في الشهرين. تالت عرض معانا ده عرض الثلاث شهور، ده عليه خصم 70%، مكون من الثلاث كبسولات قشور ستيليوم والكارنيتو اركس والقهوه الخضراء، ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، وده للناس اللي فوق ال 100 او اللي عاوزه تنزل 30 40 كيلو في الثلاث اربع شهور. حلو قوي. وطبعا الشحن مجاني لجميع المحافظات، والمتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص. ده شيء رائع. دكتور هبه بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات. النهارده اتكلمنا عن البطن الوهميه واسبابها والفرق ما بينها وما بين الكرش العادي، واتكلمنا عن طرق تنزيل الوزن بشكل صحي جدا جدا، والمحافظه كمان على مظهر الجلد. بشكر ضيفتي اللي دايما بتنورني دكتور هبه حسام، اخصائيه التغذيه العلاجيه، شكرا جزيلا مره ثانيه. واكيد اكيد بشكر حضراتكم على متابعتنا النهارده، احنا لسه في بدايه الاسبوع، وبكره باذن الله يوم جديد وحلقه جديده، يا رب اقابلكم على كل خير. باي.